العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم فيه أمين عدنان وآية علقم. شكرا آية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. غليان شعبي في ديالى للمطالبة بإقالة مثنى التميمي، وأسعد العيداني محافظا للبصرة بمباركة الحكمة والقانون. البعض ربما كان يريد أن يجزئ القتال، البعض كان يريد أن تكون هناك صراع بين مختلف صنوف قواتنا المقاتلة. العبادي يتهم البعض بمحاولة إحداث صراع بين القوات التي تقاتل داعش، ويقول إن جميع القطاعات العسكرية تعمل تحت إمرة الدولة. عرب كركوك يهددون بتدويل قضية اختطاف وقتل النساء العربيات بالمحافظة، وحملة انتقام وتهجير بحق العرب في سنجار ترتكبها ميليشيات أيزيدية. الجيش العراقي يحكم سيطرته على مركز تل عفر ويتقدم باتجاه العياضية، والتحالف الدولي يقر بأن الدعم غير المباشر للحشد لا مفر منه. يعني سيفاعل، يعني يريد يشتري واحد، شو يريد يشتري موجود من الطماطم البصل المدري شنو كلهم، يعني هذا شارع الرشيد اللي كنا نجي قبل، يعني نطلع نتونس نجي بشارع الرشيد. حاجب ربع وبسطات للاسماك والخضروات في اعرق شوارع بغداد واقدمها، ووسيم الانبار ينهي حياته من على جسر الجادريه هربا من بطالة في بغداد والرمادي. أهلا بكم إلى التفاصيل. طوق عشرات المحتجين مقر مجلس محافظة ديالى للمطالبة بإقالة المحافظ بإسناد عدد من شيوخ عشائر المحافظة التي سلمت المجلس وثيقة مطالب رسمية احتجاجا على استشراء الفساد. ودعت الوثيقة رئيس الوزراء للتدخل والإشراف على ملف المنافذ الحدودية وإقالة المحافظ مثنى التميمي لسوء إدارته واستغلال منصبه الوظيفي لمصالحه الشخصية. أساد التوتر أجواء جلسة الأحد في مجلس ديالى، فيما شرعت القوات الأمنية بإغلاق عدد من الشوارع كإجراء احترازي، فيما قالت مصادر أن رئيس مجلس المحافظة علي الدايني نقل إلى المستشفى على إثر التوتر ودخول عدد من المسلحين برفقة المفاوضين لتسليم ورقة المطالب. في المقابل أوعز محافظ ديالى مثنى التميمي بإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى بعقوبة من جهة المقدادية وخان بني ساعد وطريق بغداد وناحية السلام بالسواتر الترابية، وذلك لمنع وصول متظاهرين إلى مقر المجلس حسب مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها. وذكرت المصادر أن قوة أمنية رافقت التميمي لدى حضوره إلى مجلس المحافظة للمشاركة في اجتماع طارئ لكتلة التحالف الوطني في مجلس ديالى لمناقشة المطالبة بإقالة المحافظ والنائب الثاني بالوكالة ساجد العنبقي. كما ذكرت مصادر أن المحافظ طلب استقدام تعزيزات عسكرية من بغداد إلى ديالى، وذلك بعد الإعلان عن خروج تظاهرات في منطقة مهروت على طريق المقدادية وإحراق الإطارات وقطع الطرق مقابل منطقة القصيرين. وتحاشى رئيس مجلس ديالى علي الدايني الحديث عن مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ رغم تسلم ورقة مكتوبة تطالب المجلس بإقالة مثنى التميمي وإشراف رئيس الوزراء على العمل الإداري بالمحافظة. واكتفى الدايني بذكر ثلاثة مطالب من ورقة المحتجين المتعلقة بتنظيم العمل في المنافذ عموما ونقطة تفتيش الصفرة بشكل خاص وإقالة الفاسدين بشكل عام. الحقيقه جاءنا عدد من المؤهلين المتظاهرين لمجلس المحافظه، كنا باستقبالهم انا واعضاء مجلس اخواني اعضاء مجلس المحافظه،
يعني سلمونا طلباتهم اللي هي تتمثل بثلاث طلبات رئيسية. الأول الطلب الأول هو فيما يخص موضوع المنافذ الحدودية، وطلبهم بأن يكون هناك إشراف من السيد رئيس الوزراء مباشرة على ما يجري في المنافذ، سواء منفذ سومر أو منفذ الصفرة من سلبيات موجودة. هناك مطلب آخر هو لمحاسبة المفسدين من مدراء الدوائر، والطلب الثالث هو دعوة مجلس المحافظة لحق جلسة طارئة لفض التظاهرات والاعتصامات. الحقيقة مجلس المحافظة حدد اليوم ظهرا الساعة 12 إن شاء الله الجلسة لمناقشة هذه الطلبات، وسنتعامل معها وفق القانون. نعم نحن ممثلين للشعب ونتعامل، وهمنا هو الشعب، لكن هناك أطر قانونية يفترض أن ندرس طلبات المتظاهرين فيما يرفق القانون، سنسير به إن شاء الله. عرب كركوك يهددون بتدويل قضية اختطاف وقتل النساء العربيات بالمحافظة، وحملة انتقام وتهجير بحق العرب في سنجار ترتكبها ميليشيات أيزيدية. انتخب مجلس محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني محافظا جديدا خلفا للمستقيل ماجد النصراوي الذي هرب خارج العراق. وخلال الجولة الأولى من جلسة الانتخاب صوت 24 عضوا على اختيار العيداني لمنصب المحافظ من أصل 27 عضوا حضروا الجلسة. وينتمي العيداني إلى المؤتمر الوطني الذي أسسه الراحل أحمد تشلبي، وهو رجل أعمال وعضو سابق في مجلس البصرة. أكيد تحدي للجميع، تحدي لمجلس المحافظة، تحدي لنواب المحافظ، تحدي للمحافظ القادم، وإن شاء الله راح أكون عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله أنه نقبل التحدي، وإن شاء الله البصرة تنتصر على تحديها. شكرا جزيلا للجميع. لا أنا مدينتي لازم أحافظ عليها، مو مغامرة هذه. لا ما محروقة، هاي البصرة تستحق كل شيء. شكرا. وأعلن عضو تيار الحكمة في البصرة أمين وهب تأييده لاختيار أسعد العيداني محافظا جديدا، وقال أن التيار سيتحمل جميع تبعات هذا الاختيار على اعتبار أن منصب محافظ البصرة من استحقاق تيار الحكمة. اليوم تم اختيار السيد أسعد العيداني، وتعرفون أن استحقاق منصب المحافظ استحقاق لتيار الحكمة، ولكن إيماناً منا ذهبنا بشخصية كفوءة نزيهة قادرة على إدارة الملف وخدمة البصرة، فطرحت الأسماء أمام السادة الأعضاء لكل الكتل ونوقشت كل الملفات، فاختير الأخ أسعد العيداني استحقاقنا، ونحن نتحمل ما يأتي منه من نجاحات. لا سمح الله الفشل إن شاء الله بعيد، ولكن نأمل منه النجاح. هذا اعترض مرشحون على الآلية التي تم من خلالها اختيار محافظ البصرة الجديد، ووصفوها بالمسرحية التي أعدتها الكتل السياسية الكبيرة. وقال مرشحون وأعضاء في مجلس البصرة إن الكتل السياسية لا تزال متمسكة بنهج المحاصصة والحزبية، متجاهلين مطالب أهالي المحافظة باختيار محافظ مستقل. سؤالي لي أقدمه، هي قاعدة أقدمه سؤال، يعني مثل هاي بس واحد يا محافظ من خلال المنصب جميل السيدي أو من خلال منصب محسوم؟ لا محسوم، المنصب محسوم، المنصب محسوم. اسمعنا مع كل أسف، لقيناها حقيقة، لقيناها حقيقة. تسمح لي أستاذ، هذا الاسم من البارحة أو قبل يومين مطروح بمواقع التواصل الاجتماعي، والسيد أسعد مرشح من السفير الأمريكي، وردنا نوصل رسالة إنه إحنا المستقلين، إن وجود بالبصرة إثبات وجود. بهذه السرعة لعقد جلسة خلافا لما اتفق عليه بجلسة التشاورية يوم الأربعاء، ومن خلال تصريحات بعضهم توحي هنالك صفقة لضمان مصالح الكل واختيار محافظ يعني يكون على رغباتهم. للأسف الشديد كل إدارة عملية اختيار المحافظ ما جرت بشكل سليم، بدءا من اللجنة المشكلة وتسريبها أسماء المرشحين، ولي الحوارات اللي جرت ما بين الكتل على أن يختاروا محافظ مستقل كفو نزيه قادر على حل إشكاليات المحافظة وتخفيف معاناتها. هذه السرعة بعقد الجلسة في هذا الوقت الضيق
تحذري عن أنه 15 يوم على استقالة المحافظ السابق، وهذه موضوع جدل من الناحية القانونية لكون الإقالة تنص على ذلك وليس الاستقالة. بدوره أكد عضو مجلس محافظة البصرة أحمد الصليطي أن اختيار أسعد العيداني كمحافظ للبصرة يمثل انتهاكا واضحا وصريحا للمحافظة ولأهلها. وقال الصليطي أن التصويت على العيداني من قبل 24 عضوا في المجلس ينتهك ما تم الاتفاق عليه مسبقا، والشروط التي وضعت بأن يكون المحافظ مستقلا غير تابعا لجهة سياسية لما حصل من خراب وفساد مالي وإداري في الفترة السابقة. أكد الصليطي أن عدم دخوله إلى جلسة الأحد جاء على خلفية رفضه القاطع لهذه الشخصية هنا مرشحة من قبل حزب تيار الحكمة، ما يعني عودة الخراب للبصرة من جديد. بدوره أكد محافظ البصرة الجديد أسعد العيداني لبرنامج بالحرف الواحد أنه مستقل في قراره على الرغم من دعم جميع الكتل السياسية لترشيحه للمنصب. وقال العيداني أنه كان ضمن 8 مرشحين طرحهم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم لشغل المنصب، إلا أن ذلك لا يعني أنه سيعمل وفق ما يمليه تيار الحكمة عليه أو الكتل الأخرى في المحافظة. ما يحكى عن هذا التقاسم، تقاسم كعكة الموانئ البصرية، هذا شلون راح تقدر تطلع منه؟ لو هذا التوافق صار عليك لأن الكعكة توزعت، يعني كل من عرف شنو حصته، أنه سيد أسعد راح يدارينا كنا، راح يخلي وضعنا مثل وضعنا السابق، ما راح يتحرش بمصالحنا، فالكل رضى عليك. كن مطمئن أنه أنا لا تأخذني بالحق لو متلائم. وقلت يعني حكيتها امام المجلس وامام الاخوه، حتى احكيها الان امامك، ان شاء الله انا مستقل في قراري مع دعم الجميع لي، لكن انا مستقل في قراري. كون مطمئن راح اقول لك اياها بعد ما حتى هذه تطمئن والاخوه اللي سامعين والمشاهدين يطمئنون. انا لم اقدم استقالتي ولا امضي على ورقه بيضاء ولأي كان. يعني هسه ما اقدر اعتبرك مرشح للحكمه؟ انت مرشح تيار الحكمه. الاخوه لا خلينا نكون صريح وياك، الاخوه في الحكمه اختاروا 8 شخصيات من ضمنهم انا وعرضوها على الاخوه البقيه، فبالتاكيد لقت قبول من الاخوه في بدر والاخوه في دوله القانون يعني بالدعوه والاخوه من التيار الصدري والاخوه بالفضيله والاخوه المستقلين، وتوافقوا على شخصي، وهذه نعمة الحمد لله والشكر أنه توافقوا الجميع على شخصي، لكنه لم يملي علي لا تيار الحكمة ولا التيارات الأخرى أي شيء، وإن شاء الله أنا صادق في حديثي والمستقبل يكشف ذلك. أول خطوة أنا سويتها اليوم اتصلت بالأستاذ داود سكران اللي كان هو مدير المصرف العراقي للتجارة باعتباره يعتبر من أحد خبراء المصارف بالعراق لكي نبحث الملف المالي، وحصلت رسالة يعني الملف المالي تقصد تمويل مشاريع البصرة باعتبار أكيد يعني ننظر إلى الملف المالي، وحصلت رسالة إيجابية من الأخوة في المركز بعد ما أرسلوا مجلس محافظة رسالة إيجابية بتوحدهم وانتخابهم 24 شخص المركز. إيش عنده ينطيك ساد أمير؟ عفوا المركز عنده فلوسي مال البصره ينطيني اياها، يخصص لي اياها، ينطيك سندات مال البترول دولار، ينطيك سندات خزينه، شو ينطيك؟ تروح تحير بيها تبيعها؟ والله ان شاء الله للمستقبل راح اقول لك شوف المركز الطانة، لان رسالتنا ايجابيه بالمركز من سلمنا عليهم ردوا علينا السلام. الحصاد مستمر من الشرقيه نيوز. البعض ربما كان يريد أن يجزئ القتال، البعض كان يريد أن تكون هناك صراع بين مختلف صنوف قواتنا المقاتلة. العبادي يتهم البعض بمحاولة إحداث صراع بين القوات التي تقاتل داعش، ويقول أن جميع القطاعات العسكرية تعمل تحت إمرة الدولة. غليان شعبي في ديالى للمطالبة بإقالة مثنى التميمي،
وأسعد العيداني محافظا للبصرة بمباركة الحكمة والقانون. اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهات لم يسميها بمحاولة إحداث صراع بين صفوف المقاتلين الذين حرروا الأراضي العراقية من سيطرة داعش. وقال العبادي في مؤتمر صحفي مع نظيره تشيكي أن تحرير قضاء تل عفر قضى على مخاوف الإقليم وبعض الدول من قيام جماعات غير منضبطة بارتكاب عمليات انتقامية ضد المدنيين. ونجحنا والحمد لله في التنسيق بين كل صنوف المقاتلين الأبطال، سواء كان من الجيش العراقي أو من جهاز مكافحة الإرهاب أو من الشرطة والشرطة الاتحادية والرد السريع وحتى الشرطة المحلية وأيضا الحشد الشعبي، ولهذا حققنا هذا الانتصار. البعض ربما كان يريد أن يجزئ القتال، البعض كان يريد أن تكون هناك صراع بين مختلف صنوف قواتنا المقاتلة، ولكن الحمد لله العراقيين ردوا على ذلك باتحاد جميع صنوفهم، وأيضا قضينا على كل المخاوف التي أو الشبهات التي كان يذكرها البعض في الإقليم وفي بعض الدول الأخرى بأن هناك خشية من أن تكون هناك ربما جماعات غير منضبطة تقوم بأعمال عسكرية هنا وهناك. اليوم القوات الأمنية العراقية تخضع لقيادة عراقية موحدة وتقوم بعمليات التحرير وأيضا لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق، وإحنا الآن فعلنا برنامج مهم في محافظة نينوى وابتدأنا بالعمل به لإعادة النازحين إلى مناطقهم في هذه المحافظة المهمة. من جانبه أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوهسلاف سوبوتكا تقديم دعم مالي للعراق بقيمة 3 ملايين دولار خلال عام 2017. وأضاف سوبوتكا خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة التشيكية خصصت خلال العام الماضي 4 ملايين دولار للدعم الإنساني للنازحين في العراق، بالإضافة إلى تقديم أسلحة وذخيرة مجانية للقوات التي تعمل على تحرير الأراضي. ونحن كنا نعتبر انتصار أو مكافحة داعش على أنها هي حرب عالمية وليست فقط حرب عراقية. وخلال هذا التعاون الدولي حاولنا الدعم العراق بقدر الإمكان. نحن مسرورين أن تم ذلك أيضا بمساعدة أو بالاستفادة من الطائرات الـ159 التشيكية التي أعطيت للعراق، والجمهورية التشيكية أيضا قامت بإعطاء هدايا من الذخيرة ومن الأسلحة اليدوية والآلية. سألنا اليوم الجانب الموقر العراقي ما هي الإمكانيات التي يمكن للجمهورية التشيكية أن تساعد فيها العراق مستقبلا، فوجدنا أن هناك إمكانيات في المجال الإنساني. نحن في الآونة الأخيرة خصصنا 4 مليون دولار أمريكي كمساعدة إنسانية، وهذا العام الجمهورية التشيكية أيضا مستعدة لتخصيص 3 مليون دولار أمريكي لكي تدعم المجالات الإنسانية في العراق بهذه التكاليف. أعلن مستشار الرئيس العراقي السابق وعديله لطيف رشيد رفضه للاستفتاء على الاستقلال في كردستان، وقال أن الأرضية المناسبة لإجراء الاستفتاء غير متوفرة وأن أهدافه غير واضحة. لطيف رشيد قال لوسائل إعلام إيرانية أنه لا يعتقد أن الأرضية متوفرة حتى الآن من أجل إجراء الاستفتاء أو استفتاء الاستقلال، الذي قال أنه يجب أن يمر عبر نواب الشعب وأن يقدم طلب لإجرائه إلى برلمان الإقليم، لا أن يكون شعارا حزبيا أو شخصيا. وكشف لطيف رشيد بأن الوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد لم يتطرق كثيرا إلى موضوع الاستفتاء أو زمانه أو زمان إجرائه. غليان شعبي في ديالى للمطالبة بإقالة مثنى التميمي. وأسعد العيداني محافظ البصرة بمباركة الحكمة والقانون. We'll be right back.
الأخبار على مدار الساعة من الشرقية نيوز. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أمنياً، أحكمت قطعات الجيش العراقي سيطرتها على مركز قضاء تل عفر وتوجهت لاستعادة ناحية العياضية من سيطرة داعش. وذكرت قيادة عمليات تل عفر أن قطعات الفرقتين 15 و16 حررت أحياء العسكري والصناعة الثانية ومنطقة المعارض وبوابة تل عفر وقرية الرحمة. وأضافت قيادة العمليات أن تحرير هذه الأحياء يعني إتمام السيطرة على الأحياء كافة في مركز القضاء في وقت لم يتبقى أمام القوات العراقية سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها. الحمد لله تحيات الأحبار حاليا وتزيد إن شاء الله إلى حال آخر جهود هؤلاء الأبطال. وأعلن قائد القوات البرية رياض توفيق بأن قطاعات الجيش أكملت واجباتها المكلفة بها في قاطع تل عفر، لكنها ستستمر بالتقدم حتى يتم تحرير القضاء بالكامل على مجامع داعش. كما وعدنا أهلنا في العراق في الموصل الحدباء ستكون هنالك انتصارات تلو انتصارات في تحرير الأرض، والآن تل عفر في عيوننا وفي إن شاء الله في قبضة اليد. بعد أن أكملت القطعات تكمل القطعات الأهداف المرسومة لها، وخاصة الفرقة نحن الآن في فرقة 15 والفرقة 16. الفرقة 15 أكملت توم جويرين، والأمس كان هنالك انتصار في استعادة حلاوة وأبو شقة، وأيضا الفرقة 16 الآن هي في أكملت واجبها لهذا اليوم، وننتقل إلى أهداف أخرى إلى أن ندخل تل عفر وتكون محررة من دنس الأوغاد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إذن حول ما حصل في ديالى، تنضم إلينا النائب عن ديالى سيدة ناهدة الديني. يعني سيدة ناهدة، ما حصل اليوم وورقة المطالب التي أتت محملة مع أشخاص يحملون أيضا السلاح، كيف قرأتم ما حصل وحدثينا أكثر عن ورقة المطالب هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الشرقية. بالتأكيد هذه ممارسة ديمقراطية، هي موضوع المظاهرات والاعتصامات. سمعنا من يوم أمس أن هناك سوف تكون اعتصامات في محافظة ديالى، وكانت هناك مطالب عديدة للمتظاهرين، منها موضوع الخدمات، ومنها موضوع منفذي الصفرة وسومر، وهذه المنافذ طالبة والسيد رئيس الوزراء بالتدخل مباشر لمرور مواد محرمة ومواد ممنوعة منها وعدم سيطرة الحكومة المركزية بها، سيطرة جهات متنفذة، ولم تحصل محافظة ديالى إلا يعني أو حتى الحكومة المركزية على نزر القليل، وكذلك موضوع إقالة السيد المحافظ، إضافة إلى موضوع تغيير مدراء الدوائر. وبعض المطالب كانت على شقين، كانت هناك مطالب مكتوبة وكانت هناك مطالب تم الحديث بها من قبل المتظاهرين مع السيد رئيس المجلس وأعضاء مجلس محافظة ديالى. نعم سيدة ناهدة، يعني هذه المعلومات متوفرة لدى وكالات الأخبار ولدى قناة الشرقية، نحن نريد أن نتعرف أكثر على ماذا جرى داخل الجلسة، من هم المسلحين الذين دخلوا إلى جلسة الإقالة؟ يعني عاد عندما تكون هناك اعتصامات او تظاهرات خاصه بعد قطع الطرق، بالتاكيد على مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظه ديالى القيام بعقد جلسه طارئه للاعضاء، وكان هناك نصاب متوفر للاعضاء، وكان هناك عدد كذلك من الاخوه من كل القوائم لم يحضروا بسبب عدم تواجدهم في محافظه ديالى، وبالنتيجه دخول مسلحين الى مجلس محافظه ديالى. هذا ما سمعته من الأخوة الأعضاء ومن الأخوة الإعلاميين، دخول مسلحين وبكامل يعني الأسلحة الموجودة، عن طريق حسب ما سمعت الصور يعني كسر باب المجلس والدخول، وبعد ذلك لم يسمحوا للأعضاء بالقيام بعقد جلسة وحتى التداول في ما يخص قضايا المعتصمين ومطالبهم. وأنا أتوقع لو كانت
أنه عقد جلسة، أتوقع سوف تكون هناك أحداث لا سمح الله يعني دموية في محافظة ديالى بسبب التهديدات التي وصلت لبعض الأعضاء. يعني سيدة ناهدة، يعني اليوم الشارع يغلي ويطالب بإقالة المحافظ، وبنفس الوقت هناك من يحاول إعاقة هذا الموضوع، يعني كيف تنظرون إلى هذه الإعاقة لهذه الجلسة التي حصلت اليوم؟ وهل تعتقدين بأن التهديدات اليوم يعني كانت واضحة جدا وستغير من مسار ما كان سيحدث لولا دخول المسلحين؟ التهديدات هي ليس وليدة اليوم، بالاستجوابات السابقة عندما حدثت يعني العام الماضي وفي أماكن متعددة في محافظة ديالى كانت هناك تهديدات مباشرة للأعضاء، بل في بعض الحالات استطعنا يعني أن نخرج الأعضاء يعني بصعوبة بالغة عن طريق القيادات الأمنية، وحتى اليوم يعني هناك خروج بعض الأعضاء عن طريق سيارات أمنية خاصة لبقاء المسلحين في المجلس وخارج المجلس. نعم الوضع في ديالى هو وضع صعب، نحن ناشدنا القائد العام للقوات المسلحة، نحن لا ننكر جهود القيادات الأمنية والقوات الأمنية في سبيل استتباب الوضع، لكن اليوم هناك جهات متنفذة مسيطرة على مقدرات الأمور في محافظة ديالى ولا تقبل يعني ولا تقبل حتى مجرد النقاش. هناك بالتأكيد استهدافات وجميع سمع بها للسيد رئيس المجلس ولبعض أعضاء المجلس عن طريق مطالبتهم بأن تكون هناك مهنية، توزيع عادل للمشاريع، خدمة محافظة ديالى، واليوم هذه هي إشارة واضحة على أنه اليوم من غير الممكن لأعضاء المجلس أن تكون لهم الديمقراطية في اتخاذ القرار المناسب، وإلا سوف يلقون مصيرا غير محسوب، ومن غير الممكن أنه تقام هناك الجلسة، هي حتى الجلسة لم تعقد، بل أن هناك تم إعطاء موعد لعقد جلسة، وقبل عقد الجلسة بدقائق بعد إكمال النصاب يعني تم دخول هؤلاء المسلحين، ومع الأسف الحمايات التي كانت تحمي مجلس المحافظة هي حمايات ليست بالمستوى المطلوب، خاصة بعد دخول هؤلاء المسلحين يعني كامل أسلحتهم وتجولهم في عموم المجلس. وكذلك نطالب سيد رئيس الوزراء بأن يفتح لجنة تحقيقية في هذا الأمر حتى لا يتكرر هذا الموضوع، بمعنى هذا أنه مجلس محافظة ديالى لن يستطيع عقد جلسات مهمة ومصيرية خلال المرحلة المقبلة، وحتى قد تكون أمور أقل وطأة من هذا، منها اختيار مدير مدراء الدوائر وغيرها. هذا الموضوع هو مع يعني استتباب نوعا ما الوضع الأمني، إلا أنه حتى في بعض دوائر المحافظة عندما يتم اختيار مدير كذلك تدخل جهات مسلحة من أجل اختيار هذا المدير أو ذاك، وهذه جهات متنفذة ومع الأسف لم تستطع القوات الأمنية السيطرة عليها سوى عن طريق الحكومة المركزية أو عن طريق قيادة العمليات، قيادة الشرطة وقيادة الحرقة. نعم سيدة نهدى، يعني أنت منتخبة من قبل أهالي ديالى، أكثر من مرة كررت أنه تعتقدين لا توجد لديك معلومات، شقيقك السيد علي الدايني هو رئيس مجلس محافظة ديالى وموجود اليوم في الجلسة وحتى عند دخول المسلحين، من ثم ذكرتي أنه قوة متنفذة تسيطر على مفاصل الحياة في ديالى، إلى متى تبقى مسيطرة هذه القوى؟ اولا يعني اليوم الدكتور هو مع انه كان يتمتع باجازه مرضيه، الا انه بعد ان سمع الاعتصام ومطالب المعتصمين اليوم ذهب الى مجلس محافظه ديالى من اجل استقبال المعتصمين والنظر بمطالبهم وتحقيقها، ونحن نحيي اهل ديالى ونحيي مطالب كل اهالي ديالى، خاصه ان المطالب لم تخرج خارج الاطار القانوني، هي فيها مطالب خاصه خدميه، مطالب خاصه بان تكون للحكومه المركزيه سيطره، يعني عندما تكون هناك منفذين مهمين في محافظة ديالى وتكون جهات متنفذة تسيطر على هاتين المنفذين، وبالتأكيد هذه تتحمل الحكومة المركزية. اليوم ماذا يعمل مجلس محافظة ديالى؟ اليوم عندما يكون رئيس المجلس أو بعض أعضاء المجلس اليوم عندما يكون طريقهم مستقيم وطريقهم واضح، تأتي جهات من هنا أو شخصيات من هنا لها غايات انتخابية وغايات سياسية ومسنودة، وتقوم بالشكاوى وصدور مذكرات القبض من أجل إبعاد رئيس المجلس أو بعض
الأعضاء حتى تخلى لهم الساحة. لذلك اليوم الوضع في محافظة ديالى هو وضع صعب، ليس بالوضع الهين ولا بالوضع السهل. هناك صعوبة في اختيار مدراء الدوائر، هناك صعوبة اليوم حتى موضوع عودة النازحين. لحد الآن يعني عشرات القرى في محافظة ديالى لم تعد. نحن نعتقد عدم وجود ملف محافظة ديالى في يد الحكومة المركزية وتعدد الجهات التي تسيطر على محافظة ديالى، وحتى معاناة غير طبيعية لأعضاء محافظة ديالى من كل القوائم، لا أقول من قائمة واحدة، عدم استطاعتهم اتخاذ قرارات، لأنه بعض الشخصيات المتنفذة في المحافظة اليوم هي تحاول أن تفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع. نعم سيدة نهدى، يعني لماذا الإلقاء باللوم فقط على الحكومة المركزية؟ ألا يتحمل مجلس المحافظة أيضا مسؤولية؟ ألا يتحمل المحافظ؟ ألا يملك مجلس المحافظة هذه السلطات الدستورية والقانونية التي تؤهله يعني على الأقل للقيام بواجباته، ثم لوم الحكومة المركزية أو لوم هذا وذاك؟ أهم مفصل في مفاصل أي حكومة محلية هو الوضع الأمني. إذا كان الوضع الأمني مستقر، يستطيع عضو مجلس المحافظة أن يتحدث بصراحة، يتحدث بحرية، أن يقوم بزيارة المناطق، أن يقوم بالاختيار وباختيار مدراء الدوائر حسب ما هو موجود في السياقات القانونية. اليوم محاولة القيام بجلسة، دخول مسلحين بأسلحة كاملة، وهذه ليست المرة الأولى، العام الماضي كانت هناك، وخرجوا مع وجود عشرات بل مئات العناصر الأمنية وفي وسط معقوبة. اليوم ماذا يعني ماذا يستطيع 16 أو 18 عضو من أعضاء مجلس محافظة ديالى القيام؟ كيف يستطيعون العمل في ظل هذه الضغوطات الأمنية؟ وبعض أعضاء المجلس حتى في عملية خروجهم أو تجوالهم هناك تقيد بسبب تخوفهم من الاستهداف من هذه الجهة أو تلك، ومن هذه الشخصية أو تلك. لذلك عندما يكون الوضع الأمني مستقر، بالتأكيد يعني مجلس المحافظة سوف يكون له دور أكبر في الاختيار، والجميع يعلم وضع ديالى وماهية وضع ديالى. وحتى اليوم أنا أشاهد حتى في فضائيتكم، أين هي الصور؟ هل وصل الصور لدخول مسلحين؟ لا، لم تستطع أغلب الفضائيات الحصول على الصور بسبب يعني التضييق الأمني حتى على الإعلام في محافظة ديالى. نعم سيدة نهدى، ماذا عن النازحين في ديالى؟ أصدقنا القول كما صدقوا الأعضاء الممثلين عن حزام بغداد، وقالوا مناطق كثيرة في حزام بغداد، النازحين لحد الآن لم يعودوا إلى هذه المناطق، ماذا عن ديالى؟ الملف تأخر كثيرا. هناك نوعين من النازحين في محافظة ديالى، نوع من النازحين هم من هجرهم داعش، ونوع آخر تم تهجيرهم عن طريق عمليات التهديد والخطف والقتل، وهذه تشمل يعني مناطق من المقدادية إلى معقوبة وبعض النواحي في محافظة ديالى، وهذه دائما أنا أذكرها حتى قبل 2013، لحد الآن لم يعودوا. بالنسبة للمناطق في ناحية السعدية، هناك بحدود 25 قرية لحد الآن لم تعد إلى مناطقها، وحتى في ناحية السعدية كذلك في جلولة بعض قرى المقدادية وقرى المنصورية، هناك حلقة مفرغة ندور بها عندما يتم اتصالنا بالقيادات الأمنية أو بالأجهزة الأمنية أو بمن يستلم ملف ديالى. هناك من يرفع الأسماء ولم تتم المصادق عليها أو تتم المصادق عليها، وهناك تأخر بالوجبات. نحن نعتقد مع قرب الانتخابات أن ملف عدم عودة النازحين هو ملف سياسي، وملف سياسي بامتياز. واليوم يعني حتى لا كذلك أنا كذلك طالبنا من السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مباشرة والإشراف على عودة النازحين. محافظة ديالى من المحافظات التي تحررت من البداية، ولحد الآن هناك مثلا ناحية السعدية لحد هذه اللحظة لم يعد إلا نسبة قليلة جدا من نازحيها، علما أن المنطقة آمنة، والنازحين اليوم يعانون من وجود يعني بيوت ليست مؤجرة وحالة اقتصادية صعبة، يريدون أن يعودوا لزراعة أراضيهم. موضوع العمار هناك كلش قليل سواء من وزارة الهجرة أو من الدول المانحة، وحتى المنظمات لا نعرف أين تذهب مشاريع هذه المنظمات، وهذا ملف مهم وملف شائك. وبالنسبة للنازحين نحن يعني حاولنا أن نعرف من هو المسبب الحقيقي لعدم عودة النازحين، لكن عندما نسأل القيادات الأمنية يكون الجواب مبهم. نعم سيدة نهدى الدايني عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، شكرا جزيلا. الشرقية نيوز طبعة 2017.
حصاد مستمر من الشرقية نيوز. غليان شعبي في ديالى للمطالبة بإقالة مثنى التميمي، وأسعد العيداني محافظا للبصرة بمباركة الحكمة والقانون. البعض ربما كان يريد أن يجزئ القتال، البعض كان يريد أن تكون هناك صراع بين مختلف صنوف قواتنا المقاتلة. العبادي يتهم البعض بمحاولة إحداث صراع بين القوات التي تقاتل داعش، ويقول أن جميع القطاعات العسكرية تعمل تحت إمرة الدولة. عرب كركوك يهددون بتدويل قضية اختطاف وقتل النساء العربيات في المحافظة، وحملة انتقام وتهجير بحق العرب في سنجار ترتكبها ميليشيات أيزيدية. الجيش العراقي يحكم سيطرته على مركز تل عفر ويتقدم باتجاه العياضية، والتحالف الدولي يقر بأن الدعم غير المباشر للحشد لا مفر منه. خضر فوق يعني سبع، يعني اللي يشتري واحد شيء اللي يشتري موجود من الطماطم البصل المدري شنو كلهم، يعني هذا شارع الرشيد اللي كنا نجي قبل، يعني نطلع نتونس نجي بشارع الرشيد. حاجب ربع وبسطات للأسماك والخضروات في أعرق شوارع بغداد وأقدمها، ووسيم الأنبار ينهي حياته من على جسر الجادرية هربا من بطالة في بغداد والرمادي. ينضم إلينا الآن السيد وليد القطان رئيس مجلس محافظة البصرة عبر الهاتف حول انتخاب محافظ جديد للبصرة. مرحبا بك سيد وليد. يعني الآراء والأنباء متضاربة في البصرة، بعض الأعضاء أو بعض الأطراف يقولون أنها عملية ديمقراطية انتخابية، والبعض الآخر يصفها بأنها مسرحية. حدثنا عن تفاصيل هذه الجلسة وكيف تم انتخاب المحافظ الجديد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيد وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد قناتكم الكريمه كانت موجوده حاضره داخل الجلسه، لان كانت الجلسه مفتوحه والاعلام جميع الاعلام مفتوح للحضور، وكانت الجلسه اعتقد يشهدوا لها اغلب الحاضرين الاعلاميين وقياده العمليات وقياده الشرطه. كانت جلسه فيها روح ديمقراطيه وشفافيه عاليه. اما موضوع انتخاب 24 صوت من 27، فاكيد مجلس المحافظه عنده رؤيه واتفق على ان تكون هذه الرؤيه فيها لحمه، لان احنا بدايه جديده. اعتقد انتم تعرفون الوضع البصري اللي مر به قبل اشهر، واحنا بهذه الشهرين بدينا بعمليه التكامل واللحمه بين المحافظه والكتل و مجلس المحافظة، وأيضا انفتحنا على القضاء وكانت شفافية. فهذه إحدى المحاور اللي إن نرسل رسائل إلى الحكومة الاتحادية والجميع أنه مجلس المحافظة بتكاتف وباتفاق على هكذا موضوع، وهذا الموضوع مهم جدا. نعم سيد وليد، يعني الشارع البصري طالب مرارا وتكرارا بأن يكون محافظ البصرة بأن يكون مستقلا وبعيدا عن التوافقات. مع ذلك جاء المحافظ الجديد تحت مباركة بين قوسين يعني الكتل السياسية الكبيرة، لذلك البعض اتهم هذه الكتل بكتابة نص هذه المسرحية طبعا حسب قولهم. كيف تردون على ذلك؟ أولا هو الشخص المنتخب هو شخص بصري من أهالي البصرة، وعمل سياسيا فترة قصيرة في المؤتمر الوطني، وبعدها دخل مرشح في قائمة دولة القانون كمرشح سياسي مستقل، مرشح مستقل. واليوم هو الكتلة التي تبنت المرشح هي كتلة الحكمة، معروفة هذه. لكن علينا على أنفسنا أنه ما نرشح اي واحد من هذا الاحزاب من حزبنا او من حزب اخر
لأنه احترمنا الذوق العام اليوم ومطالب الجماهير، فاختارينا شخصية بعيدة عن كل البعد سياسية، أما هي قريبة عنا كبصر. وأعتقد مواصفات الشيخ أسعد كانت هي مع الذوق العام وذوق المجلس وذوق الكتل، أنه ما ينتمي لأحدى هذه الكتل اللي موجودة داخل المجلس، والمجلس صوت له بجميع كتله حتى يكون هذا المحافظ القادم مدعوم من جميع الكتل اللي موجودة في مجلس المحافظة. احنا اليوم احنا نعيش حالة ديمقراطية برلمانية، احنا مو بحالة ديمقراطية رئاسية. نعم سيد وليد، لكن البعض يرى ان مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ الجديد هو ضد توجهات الشارع البصري. شلون عرفت حقيقة انه هو ضد توجهات الشارع البصري؟ اذا كان كم شخص ما فازوا بالانتخابات وطلعوا كتبوا عليه، وين عرفنا انه هو ضد توجهات الشارع البصري؟ رجل بصري، ابن شيخ عشيرة من العشائر العريقة بالبصرة، شخصية ما عليها اي شوائب، شخصية ما عليها، شخصية تكنوقراط مهندس، شلون عرفنا انه هو ضد توجهات شارع البصرة؟ انا هذا العتب لازم احنا نفكر. البصرة اليوم هي البصرة مو فقط عزيزة على اهالي البصرة، عزيزة على العراق كله. البصرة لازم تنهض، واذا نهضت البصرة ينهض العراق كله. احنا اليوم اذا ما ان 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 حتى واذا كانت بعض المشاكل الصغيرة او كبيرة، المفروض احنا نغطيها ونحلها بيناتنا، لا نعرضها للاعلام. اليوم حتى المحاسن نصوغها بمساوئ، مع الاسف الشديد. يعني الكتل ليس من حزب، ما من احدى هذه الاحزاب، كتل اتفقت على ان ترشح وتصوت لشخصيه بعيده عنها، فقط انه هو بصري وهو تكنوقراط بالمواصفات. اليوم اصبح حادث غير صحيح. ليش؟ على اي اساس؟ على اي اساس اليوم الشارع هو ضد رؤيه الشارع؟ شنو اللي قصور اللي موجود عنده؟ بعد ما صادر له مرسوم جمهوري، اذا كانت اكو دعوه او اكو قضيه تخالف القانون، حاضرين، ما يصدر مرسوم جمهوري وايضا يعتبر التصويت لاغي. فاستغرب انا اذا كانت احنا اعضاء مجلس المحافظه اليوم كل عضو يمثل 100,000 صوت، اذا خرجوا 15 او 20 اصبحوا يمثلون 3 ملايين او 4 ملايين يعيشون في البصره، هذا مو صحيح. يعني سيد وليد، هناك من يتحدث عن صفقه سياسيه جاء من خلالها محافظ البصرة، وهذه الصفقة يعني ستكتمل مع موضوع أيضا حسم رئيس مجلس المحافظة. حديث هذه الصفقات، هذا حديث الصفقات الذي يأتي من الوهم والاتهام. هذا سيد وليد، يعني حديث الصفقات السياسية وهم، يعني المشهد العراقي السياسي يكاد لا يخلو من اي من الصفقات في تعيين من اصغر موظف لاكبر موظف. الصفقات موجودة فقط باللي تتحدثون به. رجاء دعيني اتحدث. تفضل. اي الصفقات هذه اللي توصلكم من شخص او شخصين، المفروض انتم كاعلام تتحققون من عدل. إذا كان كلامي ما يعجبكم أنا أخرج من الاتصال. سيد وليد، طبعا أكيد ناخذ رأي الشارع البصري ورأي السياسيين اللي موجودين ورأي الأعضاء بمجلس المحافظة ورأي كل من موجود وله شأن في البصرة. نحن نعرض كل الآراء سيد وليد. 24 أغلبية، 24 تسمع رأي الأغلبية، لا تسمع رأي واحد. أصلا هو رئيس المجلس، لحد الآن هو رئيس المجلس، ما فارغ هو المقعد، ما فارغ بعد بالقضاء، والقضاء لحد الآن لم يقول قوله. لحد الآن هو رئيس المجلس. من اللي يقدر اليوم يعين رئيس مجلس؟ لا تقدر تستجوب رئيس المجلس ولا تقدر تقيل رئيس المجلس، لأن هو متهم، والمتهم حتى تثبت بريء حتى تثبت إدانته. فهذه الصفقة كيف راح تكون؟ هذا الناس اللي تخسر بالعمليات دائما تظل تتحدث بحديث هنا وهناك. إن شاء الله إحنا انتخبنا كمجلس محافظة بأغلبية مطلقة، ومستعدين أن نواجه، ومستعدين أن نساعد هذا المحافظ، ومستعدين أنه نخرج البصرة إلى بر الأمان. نعم السيد وليد القطان، رئيس مجلس محافظة البصرة وكالتنا، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز.
مع اكتمال احكام السيطره على مركز تل عفر، تواصل القطاعات العراقيه بمختلف صنوفها التقدم على اكثر من محور لتحرير المدينه بشكل كامل من سيطره تنظيم داعش. التقرير التالي يسلط الضوء على اهم احياء ومناطق تل عفر التي تشكل موقعا استراتيجيا بالنسبه للعراق. تخوض القوات العراقية معارك شرسة مع مسلحي داعش في تل عفر لاستعادة القضاء من التنظيم الذي فرض سيطرته عليه عام 2014. قضاء تل عفر، هذا القضاء يمثل موقعا استراتيجيا حيث يقع بالقرب من الحدود العراقية السورية ويبعد عن الموصل بنحو 70 كيلومترا كما نلاحظ على هذه الخريطة، ويبعد عن الجنوب الحدود التركية ب 38 كيلومترا، وكذلك عن الحدود السورية بنحو 60 كيلومترا. نستعرض في هذا التقرير أحياء ومناطق تل عفر، نلاحظ طبعا كما في هذا التقرير ناحية المحلبية وتقع في شمال شرق تل عفر ويفصلها جبل شيخ إبراهيم، ويوجد فيها عدد من الكهوف وعيون المياه الجوفية وتعد من المناطق الوعرة. ناحية العياضية تقع في شمال تل عفر وتتميز بأنها تقع في وسط الجبال الممتدة إلى جبال سنجار، وتحيطها العديد من القرى العربية الواقعة تحت سيطرة قوات البيش مرقة الكردية. تتميز مدينة تل عفر بكونها من المدن القديمة، حيث يوجد عدد من الأحياء القديمة طبعا مشابهة إلى أحياء الجانب الأيمن في الموصل كما نلاحظ، ويصعب دخول الآليات المصفحة والمدرعة إلى هذه الأحياء. نلاحظ طبعا هنا في هذا التقرير حي السراي وحسن كوي من أقدم أحياء المدينة وفي نفس الوقت معقل شخصيات من تنظيم داعش. حي النداء يعد حي النداء من الأحياء القديمة طبعا، ويسمى بحي بانيك، يربط الحي من الشرق حي الطليعة ومن الغرب كما نلاحظ على هذه الخريطة من الغرب حي المعلمين ومن الجنوب حي البساتين. حي القلعة يعد هذا الحي مركز المدينة الذي تقع في وسطه قلعة تل عفر الأثرية التي تم تفجيرها قبل سنتين من قبل الجماعات الإرهابية. يفصل حي القلعة من الشرق وادي عميق وجسر يربط بين حي القلعة وحي السراي وحسن كوي. وتسعى القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي لاستعادة جميع مناطق تل عفر بالكامل ودحر التنظيم والحفاظ على حياة المدنيين. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. عرب كركوك يهددون بتدويل قضية اختطاف وقتل النساء العربيات بالمحافظة، وحملة انتقام وتهجير بحق العرب في سنجار ترتكبها ميليشيات أيزيدية. إذن بعد قليل سوف ينضم لنا عبر الهاتف السيد نايف الشمري للحديث عن تجاوزات ميليشيات أيزيدية على نساء عربيات، وبعدها ينضم لنا السيد جوزيف سليوة للحديث أيضا عن مواضيع أخرى تخص المكون المسيحي. وهذه عودة إلى سياق الحصاد، حيث طالب شيخ قبيلة الشمر عبد الله الياور الأمم المتحدة بدور أكبر وأقوى في العراق من أجل أمن واستقرار البلد والشروع بإعادة بنائه. وقال الياور خلال تسلمه مسودة التسوية من قبل نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن الكثير من النازحين ممنوعون من العودة إلى مناطقهم لحد الآن في المحافظات المنكوبة، والإدارات المحلية والسلطات الأمنية، مؤكدا أن منع النازحين من العودة لأماكنهم خرق واضح للدستور وجريمة جديدة بحق العراقيين. من جانبه قال نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن بعثة يونامي مستمرة بالعمل لإعادة النازحين والاستقرار إلى جميع المناطق.
طلب ممثلو المكون العربي في كركوك الأمم المتحدة بفتح تحقيق في عمليات الاختطاف والقتل الأخيرة في كركوك من ضمنها تلك التي طالت نساء عربيات. وقال نواب كركوك العرب في بيان مشترك إن مجموعات إجرامية معلومة لدى الأجهزة الأمنية في كركوك اختطفت عددا من النساء ولم يطلق سراحهن حتى الآن، محذرين من خطورة تلك الأعمال التي وصفوها بالدنيئة. واتهم نواب كركوك المحافظ نجم الدين كريم بالانشغال في استفتاء إقليم كردستان وعدم الالتفات إلى مسؤولية كل هذه الأحداث، مطالبين الأمم المتحدة بفتح تحقيق في أحداث الخطف والقتل الأخيرة في كركوك. في مقابل ذلك هاجمت إدارة كركوك النواب الذين كشفوا عن حالات اختطاف في المحافظة، وقالت إن السبب وراء تلك التصريحات التحضير المبكر للانتخابات وعرقلة جهود ومساعي الإسراع بإطلاق خطة تحرير الحويجة. إلى ذلك حذر النائب عن كركوك محمد تميم من انفلات الوضع الأمني في المحافظة في ظل الأفعال التي تمارسها قوات تابعة للأحزاب كردية ضد عرب كركوك، وأخر اختطاف نساء من مخيمات النازحين وقتلهن وإلقاء جثثهن. وانتقد تميم عبر الشرقية نيوز ما وصفها بحملات الترهيب ضد المكون العربي، وقال أن هذه الممارسات لا يمكن بعد اليوم عدها تصرفات وسلوكيات فردية، مناشدا رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنقاذ كركوك من سطوة الأحزاب. الذي يملك ملف الأمن ويملك السيطرة على كركوك من ناحية الأمن بدأ يصعد بالاقتراب مع موضوع الاستفتاء، وأنا حقيقة ما لا أعلم إلى الآن ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها. وبالمناسبة هذه الحالة لم تكن فقط في كركوك، بدأت في خطوط التماس مع البيشمركة في ربيعة وقبيلة شمار، بدأت سمعت بعض الحوادث حصلت في ديالة، بدأت في كركوك على طول خط التماس، هي نوع من حالات الترهيب. كنا فيما سبق نحسن الظن ونقول إنها ربما سلوكيات فردية، ردود أفعال، نتجاوز أمامنا عدو كبير، لكن بعد هذه السلوكيات والتجاوز واعتقال النساء وخطفهن وقتلهن وإلقاء جثثهن، أنا أعتقد هي جزء من حالة الترهيب التي يتعرض لها المكون العربي. ولذلك أناشد السيد رئيس الوزراء، هؤلاء أهلك وهؤلاء شعبك كلهم سواء كانوا تركمان أو عرب أو أكراد، أرجوك أنقذ سكان كركوك من سطوة الأحزاب ومن أن يكون الأمن لدى الأحزاب. المسؤولية السيد رئيس اللجنة الأمنية المحافظ، وبالتالي إذا لا يستطيع أن يحفظ أمن كركوك ليقدم الاعتذار ويستقيل، أما أنه مشغول بالاستفتاء أو مشغول بقضايا أخرى وتارك الأمن بهذه الطريقة لا يمكن. رغم أن هذه الجهات التي تقوم بهذه العمليات يعرفها واحدا واحدا، جهات أغلبها مرتبطة بالأحزاب وهي جزء من سياسة الترهيب. لهذا أحذر من أن بلغ السيل الزبا وقد يفلت الوضع الأمني في كركوك ويحصل ما لا يحمد عقباه. لهذا أدعو السيد رئيس الوزراء لأن يسحب ملف الأمن من الأحزاب في كركوك ويكون الملف ملف أمن اتحادي خاضع للحكومة الاتحادية وليس للأحزاب. إذن ينضم إلينا الآن النائب عن نينوى السيد نايف الشمري. سيد نايف، يعني هناك حديث عن تجاوزات وعمليات انتقامية لميليشيات أيزيدية ضد العرب في سنجار، حدثنا عن هذه التجاوزات إن وجدت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. مثلما توحدنا كعراقيين للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقاتلناه، واليوم اقتربنا من طوي صفحة هذا التنظيم الإرهابي الذي أساء إلى جميع المكونات، لم يستثني أي مكون من بطشه وإجرامه، علينا أن نتوحد جميعا من أجل حفظ الأمن في كل محافظات العراق وتحديدا في محافظة نينوى. أنا أعتقد تربطنا علاقات جيدة مع المكون اليزيدي ولدينا مواقف مع هذا المكون، وأن التجاوز لا يحسب على عموم اليزيديين وإنما يحسب على المسيئين، ولا نقبل الإساءة نهائيا. هناك شيوخ وهناك مرجعية للمكون اليزيدي عليها أن تتدخل من أجل وضع حد للمتجاوزين. قبل يومين تم اعتداء على راعي غنم وأخذ قطيع الغنم الذي يبلغ أكثر من 2000 رأس غنم مع الراعي، لحد الآن لا نعرف مصيره. علينا أن نحترم القانون وعلينا أن نحترم الدستور. ما وقع على اليزيدية كان لدى كل القبائل العربية موقف، أدانوا وقاتلوا تنظيم داعش الإرهابي، بل قسم من هذه القبائل أعطوا شهداء من أجل إنقاذ اليزيديات. أنا اتصلت بجميع الشيوخ ووجهاء وكل المتنفذين من المكون اليزيدي
غير راضين على هذه التصرفات. هذه التصرفات لابد أن يوضع لها حد من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل كل الوجهاء. من يريد أن يسيء للعلاقات بين مكونات نينوى لا يقبله لا اليزيدية ولا تقبله القبائل العربية ولا يقبله المسيحيين. نحن نريد أن نحافظ على السلم الأهلي في مدينة الموصل. معانة هذه المحافظة. أما أنه يتم الاعتداء على المواطنين الأبرياء، علينا جميعا أن نحافظ على المواطنين الأبرياء وأن نقدم. نعم سيد نايف، يعني ما يحصل في سنجار ليس بجديد. سابقا كانت هناك تقارير دولية تتحدث عن تجنيد أطفال في العمليات ضد داعش، ثم قبل أيام البيكاكا يريدون انفصال أو حكم ذاتي في 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 سنجار، والآن يعني انتهاكات تتحدث عنها حضرتك. طيب لماذا إهمال سنجار بهذا الشكل من قبل السلطات المسؤولة عن سنجار، سواء كانت يعني محلية أو حكومة مركزية؟ نحن كعراقيون نريد أن يتم السيطرة على سنجار، أن يتم السيطرة عليه من قبل العراقيين. نحن نريد أن تكون هناك قوات عراقية تتمكن من حفظ الأمن. كان هناك لدينا عدة لقاءات مع السيد رئيس الوزراء، وتم الاتفاق أعتقد ما بين الحكومة الاتحادية في بغداد وبين حكومة إقليم كردستان على نشر قوات مشتركة لحفظ الأمن في سنجار. اليوم ما نلاحظه في سنجار أنه بدأت الأعمال تتصاعد. نحن نريد أن نحافظ على السلم الأهلي. إذا بقت هكذا الأمور لن يستطيع كافة العقلاء وكافة الوجهاء وكافة شيوخ العشائر من السيطرة على الوضع الأمني. نحن نريد أن نضع حل وحدود لهذه الانتهاكات. لا نقبل لأحد كائن من يكون أن يسيء إلى أي مواطن بريء. نحن قاتلنا تنظيم داعش الإرهابي وأعطينا شهداء وبدمائهم الزكية تحررت كل نعم سيد نايف، يعني نتحدث هنا عن دور مشترك ودور أيضا للنواب والممثلين عن هذه المحافظة للحفاظ على السلم الأهلي في هذه المحافظة بعد تحريرها من داعش. يعني هل لديكم أنتم كممثلين عن هذه المحافظة خطة استراتيجية معينة للحفاظ على أمن هذه المحافظة وأمن جميع المكونات فيها؟ هل قدمتم هذه الخطة إلى رئيس الوزراء، إلى ربما مجلس المحافظة للحديث مناقشتها وإقرارها؟ كان لدينا لقاء مع السيد رئيس الوزراء قبل فترة وتكلمت معه بكل صراحة. لابد أن تكون هناك خطط لأنه تنظيم داعش انتهى إن شاء الله في هذه المحافظة. ما فائدة التحرير ولا زال قسم ولا زال أغلب مواطني محافظة نينوى في مواطني محافظة نينوى في مخيمات النازحين؟ اقترحت على السيد رئيس الوزراء ضرورة أن تكون تشكل غرفة عمليات لإعادة النازحين. هناك أقضية ونواحي وقرى تم تحريرها منذ فترة طويلة ولم يعد مواطنيها لحد الآن. أنا عندما أريد أن أعيد الأمن والاستقرار وأن أعيد الحياة الطبيعية إلى محافظة نينوى بقراها بنواحيها بأقضيتها والمواطنين في مخيمات النازحين كيف؟ أنا نعم. أعتقد عادة النازحين يجب أن تعطى أولوية حتى تتمكن من حتى نتمكن جميعا من خلال تواجد المواطنين من أن نحفظ الأمن. وهؤلاء المواطنين نعم. هم الركيزة الأساسية للأمن، هم الركيزة الأساسية للأمن. إذا تركنا هذه المناطق فارغة من أهلها نعم وصلت الفكرة. بين مكونات نينوى فعلينا جميعا كممثلين لمحافظة نينوى وكمواطنين أن نحترم القانون وأن نحترم الدستور العراقي، وأن المسيء لابد أن نقدمه للقضاء العراقي لينال جزاءه العادل. هناك ظلم كبير وقع على أهالي محافظة نينوى بكافة مكوناتها من تنظيم داعش الإرهابي، لكن المواطن البريء لابد أن يحتضن وتقدم له كل الخدمات. وصلت الفكرة السيد نايف الشمري، عذرا للمقاطعة لكن لضيق الوقت. السيد نايف الشمري النائب عن نينوى، شكرا جزيلا لك. نعم وفي سياق التجاوزات أكد النائب عن كتلة الوركاء جوزيف سليوة أن ما يقارب 30,000 مسيحي تم تزوير عقاراتهم والاستيلاء عليها في بغداد والبصرة والناصرية والعمارة وبابل والكوت. وقال سليوة في تصريح صحفي أن قيام جهات المسلحة بالاستحواذ على عقارات اللاجئين العراقيين في أوروبا بطريقتين الترغيب والترهيب.
وينضم لنا الآن رئيس كتلة الوركان نيابية السيد جوزيف صليوة للحديث عن هذا الموضوع. سيد جوزيف، في تصريحك تقول 30,000 حالة استيلاء على الأراضي والأملاك، موضوع ليس بجديد قديم، لكن نريد منك الجديد أن تصرح لنا من هذه الجهات التي لها نفوذ بالعراق وتستطيع أن تستولي على 30,000 عقار، يعني رقم مهول. تحية طيبة لك سيدي ولجميع مشاهدي قناة الشرقية، وكما اسمحوا لي أن أحيي جميع القوات المشاركة في تحرير تل العفر، وكل أمل أن تعود تل العفر إلى أحضان الوطن ونتخلص من داعش عسكريا ومن ثم فكريا. في الحقيقة هذا الموضوع هو بالقديم الجديد كما تفضلت، وهؤلاء من يستولون على بيوت المكون الذي أنا أمتنع لا أسميه مسيحي بتسميته الدينية والطائفية، إنما له تسمية الكلدانية السريانية الأشورية، هم مجاميع خارجة عن القانون، وبسبب ضعف الدولة وبسبب ضعف القانون في العراق الجميع من تسول له نفسه ويمتلك السلاح يستخدم قوته ليغتصب أملاك وبيوت المكون الكلداني السرياني الآشوري. فبعض منهم يدعي أنه ينتمي إلى الحشد الشعبي، وأنا متأكد هم الحشد الشعبي براء من هؤلاء الناس الخارجين عن القانون ولا يمتلكون الذمة والضمير، ومجموعة أخرى يدعون أنهم يتبعون الأحزاب ويسمون الأحزاب بالأحزاب الكبيرة، ومجموعة آخرة هي عبارة عن مافيات ترتبط بأشخاص داخل الدولة العراقية ولهم نفوذ، يعملون على تزوير العقارات من خلال موظفين يعملون في عقارات الدولة دائرة العقارات. فهذه المجامع هي من تقوم بهذا العمل المشين تجاه هذا المكون الأصيل الذي هجر والذي أجبر على ترك بيوته وبلده، ومن ثم يتصرفون معه هكذا تصرف، والحكومة العراقية عاجزة عن حفظ ممتلكات هذا المكون الأصيل والمواطن العراقيين داخل العراق. طيب سيد جوزيف، يعني بكل صراحة، هل تعتقد بأن ما حدث مع هذا المكون الكلداني السرياني الأشوري هو استهداف للمكون نفسه، أم هو يعني جزء من مشهد الفوضى التي حصلت في العراق في السنوات الأخيرة، خاصة مع ما حصل مع داعش وغيره؟ أنا سأكون منصفا وصريحا مع حضرتك. هنالك نعم هنالك من له أجندات وغايته هو تفريغ العراق من هذا المكون الأصيل، وهو يعني مرتبط ببعض الأجندات دولية إقليمية، وبعض الآخر نعم هو جزء من الفوضى. فباختصار شديد هنالك يعني هو من الجزئين أو من الشقين، الفوضوي وجزء من عملية تفريغ العراق من المكون الكلداني السرياني الآشوري بأجندات إقليمية خارجية. طيب سيد جوزيف، يعني حدثنا عن الحلول، يعني هل ستبقى هذه العقارات لدى هذه الجهات التي تحدثت عنها ولديها نفوذ؟ هل سيستمر هذا مسلسل الاستحواذ على أموال وعلى عقارات المسيحيين في العراق؟ لاحظ سيد الكريم، نحن حريصون جدا أن لا ندخل الأطراف خارجية ودولية في شأن عراقي، لكي لا نتهم غدا أو بعد غد بأننا لجأنا إلى دول أوروبية أو لجأنا إلى سفارات أوروبية للتدخل بهذا الموضوع. فنحن أو بقدر ما يتعلق بنا، أنا كجوزيف صليوة وكتلة الوركاء، نرجو أو قلنا وتحدثنا مع الحكومة العراقية ووجهنا رسالة إلى سيد رئيس الوزراء أن تكون الحلول عراقية خالصة.
ونحن نعمل من خلال اللجنتين الأمن والدفاع وحقوق الإنسان على إصدار قرار كيفية الحفاظ على هذه الممتلكات للمكون الكردستاني الآشوري، وكذلك نعمل من خلال لجنة الأمم أو بعثة الأمم المتحدة داخل العراق من أجل الحفاظ عليها. ولكن حينما يعني إذا طفح الكيل وإذا فقدنا الأمل كليا، الأمل القليل أو البسيط من الأمل الذي نحتفظ به كعراقيين، سوف يكون لنا كلاما آخر حقيقة، لأنه لا يمكن السكوت عن هكذا تصرفات. لا يوجد دولة على وجه الأرض مواطنيها يكونون أصلاء في البلد وتغتصب أملاكهم وممتلكاتهم من خلال أحزاب عراقية أو من خلال مجاميع عراقية هي الأخرى. فعليه كل أمل أن نخرج بحل يرضي أصحاب العقارات، وكذلك نحافظ على وطنيتنا ونحافظ على هويتنا العراقية، لأنه لا نريد أن نكون جزء من تدخلات أجنبية في هذا البلد. ولكن سيد جوزيف، يعني هل كانت هناك محاولات جادة فعلا لاستعادة الممتلكات المغتصبة كما وصفتها، يعني ربما عبر القضاء العراقي؟ هل كان هناك جهود جادة لمحاولة إعادة هذه الممتلكات، أما أن هناك خوفا من هذا الموضوع، من تصدر لهذا الموضوع والبدء بهذه المعركة ضد هؤلاء الذين قاموا بمصادرة الممتلكات؟ سيدتي الكريمة، القضاء عاجز إلى حد كبير، وذلك بسبب المحامي الذي يوكل من قبل أصحاب العقارات المغتصبة يهدد بالسلاح من قبل هذه المجاميع حينما يذهب ويقدم شكوى بهذا الخصوص. فحينما يتعرض هذا المحامي إلى هذا التهديد المباشر، يعني يجبر على ترك القضاء وترك القضية، وبهذه الحالة تصبح الحالة أو يصبح هذا العقار مباحا. ولكن أنا لا أريد أن أظلم أحد، وأريد أن أعطي كل حق ذي حقه، أنه مجلس النواب العراقي هو جاد بهذا الجانب، وكذلك كانت فترة من الفترات القيادة عمليات بغداد هي الأخرى كان لها دورا جيد وإيجابي، واستطعنا أن نعيد بعض الممتلكات المغتصبة إلى أهاليها. لكن في الآونة الأخيرة عمليات البغداد، قيادة عمليات بغداد هي الأخرى، لم نشهد لها استجابة حقيقية بهذا الطرف. ولكن الأيام المقبلة إن شاء الله سوف نعمل على إعادة هذه الممتلكات من خلال الدولة ومن خلال اللجان المختصة بهذا الموضوع. نعم، مسي جوزيف صلي ورئيس كتلة الوركاء النيابية، شكرا جزيلا لحضورك. الآراء شتى والملتقى واحد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. خضار فواكه يعني سباعد، يعني يريد يشتري واحد شي يريد يشتري موجود، من الطماطم البصل المدري شنو كلهم. يعني هذا شارع الرشيد اللي كنا نجي قبل، يعني نطلع نتونس نجي بشارع الرشيد. حاجب ربع وبسطات للأسماك والخضروات في أعرق شوارع بغداد وأقدمها، ووسيم الأنبار ينهي حياته من على جسر الجاذرية هربا من بطالة في بغداد والرمادي. أثار انتحار شاب نازح بسبب البطالة في بغداد تساؤلات عدة حول الإحباط الكبير لدى فئة الشباب بشكل خاص بعد تسجيل رابع حالة انتحار في العاصمة خلال شهر واحد. وسيم النازح من الأنبار لم يجد حلولا لإيجاد قوت لعائلته لا في الرمادي ولا في بغداد، وأنهى حياته من على جسر الجاذرية، ولم تقم عائلته مجلس عزاء لأن جثته لم تطف لغاية إعداد تقرير مراسلنا يعرب القحطان.
نازح من الرمادي إلى بغداد البالغ من العمر 19 عاما، ألقى نفسه من على جسر الجادرية هربا من بطالة تهدد قوت عائلته النازحة معه، وهربا من مسؤولية تتعاظم وضغوط نفسية رفعت من حالة الانتحار في بغداد إلى 4 خلال شهر واحد. أما عن ملابسات الانتحار فالقصة نسمعها من ابن عمته. هو قبل يوم خبرنا كان بالرماد، قلت له تعال يمي، ما قال ما أقدر، قال شوف لي شغل، قلت له تعال يمي وأنا أشوف لك شغل. يعني البارحة أنا منصدم، حد الآن منصدم ما أعرف شنو. هو يشتغل يمكن كفنجي يمكن كان؟ كان يشتغل بكينة فنجي وبعدين بطل واشتغل بقلقامش أو عزل قلقامش وظل قاعد يعني هالفترة راحت. مر وين تشيلي هاوس، أي جماعتنا كلهم بتشيلي هاوس، فمر لهم مر عليهم قال لهم جوعان اعطونا اكل، فمطي اكل يعني ماخذ مال 3 نفرات ماكل. فقال لي قال محللون وواهبون ظل يحكي وياهم شوفونهم، حتى هاي الرساله الولد يقول شوفنا هاي الرساله، يقول بس انا ما صدقت على بالي هاي اللي انتشرت أي. فقال له ايش بيك انت، تريد تهاجر تريد تنتحر؟ قال لا ماكو شيء. وسيم الذي أنهى دراسته الإعدادية وانتهى به الإحباط من حكومة الأنبار إلى النزوح للعاصمة والعمل في إحدى مقاهيها قبل أن يتم تسريحه قبل أشهر وقبل أن تخفق جهود البحث عن عمل. نهاية سريعة لمشكلة كبيرة لن تغرق بالسهولة ذاتها في نهر دجلة. من هذه المنطقة ومن أعلى نقطة في جسر الجادرية قام الشاب وسيم بالانتحار بإلقاء نفسه في نهر دجلة. لا تزال الشرطة النهرية القريبة من مكان الحادث بعمليات بحث مستمرة عن جثة الشاب وسيم المختفية منذ ساعة الانتحار وحتى ساعة إعداد التقرير. عائلة وسيم التي رفضت التحدث لم تقم بأي مجلس للعزاء لأن جثة وسيم لم تظهر بعد، جثة إن ظهرت فإنها ستؤشر مصيرا لا يريده الشباب بل يقودهم إليه الواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي بحسب خبراء. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. نبقى في بغداد حيث تحولت أجزاء من شارع الرشيد أحد أهم شوارع بغداد وعرقها إلى سوق شعبية للبسطات والباعة أو باعة الحاجة بربوع، بالإضافة إلى نزول باعة الخضروات والأسماك إلى وسط الشارع المغلق بحواجز الشارع المشيد منذ حقبة العهد العثماني الذي يضم جامع الحيدر خانة والبنك المركزي والأماكن التي زارها الملك فيصل الأول وأم كلثوم، تحول اليوم إلى سوق شعبية بلا رقابة. خطاب عادل والتفاصيل. بعد الاحتفال بمئوياته شارع الرشيد يتحول إلى سوق شعبية لبسطات الخضروات والأسماك وما تعرف ببسطيات حاجة بربع. بنايات قديمة متهالكة ومحال تجارية آيلة للسقوط، قد يجدها هؤلاء الباعة سببا في الزحف على الشارع الرئيس، فيما يصف أهالي العاصمة ظاهرة تحول الشارع إلى علوة أمر يراد به حرق تاريخ بغداد. الخضار فواكه يعني يريد يشتري واحد شي يريد يشتري موجود، من الطماطم البصل المدري شنو كلهم. يعني هذا شارع الرشيد اللي كنا نجي قبل يعني نطلع نتونس نجي بشارع الرشيد، هسه شي جي واحد يسوي المخضر؟ والله قبل وين كان شارع الرشيد، هسه ما شاء الله بس ما حطوا النفايات وبقالة يعني انقلبت خرقتها 180 درجة. على بحر من النفايات يمشي الناس هنا في شارع الرشيد أعرق شوارع العاصمة بغداد، ولا جهود بلدية تذكر منذ شهر تقريبا. ضعف الرقابة البلدية على هذا الشارع يجعل المارة تغوص بين القمامة المتراكمة، والأسباب كما يراها البعض تعود إلى الخطط الأمنية التي جعلت الشارع مغلقاً ودخول عامل النظافة أصبح يحتاج إلى كتب ومخاطبات. هذول الشياطين اجوا خربوا العراق كله. هاي شارع رشيد، هاي شارع رشيد كان أرقى شارع، ساعتين سيارات يمشي بيها، مطاعم راقية ومحلات راقية وكوفيات راقية، لسه مو شارع رشيد.
شارع النفايات والزباله. خضار وبقاله ومكب نفايات هم اضيف لك يعني اخي عزيز الخطاب، يعني مكب النفايات. المواطن بصعوبه يحاول انه يتصل بامانه بغداد، يا هذا الارض صار فتره انقذونا خلصونا منها، وبالتالي الا يكون هنالك كتاب كتاب كتابنا وكتابكم عند ما ياتي عامل التنظيف. ويلاحظ زوار اقدم واعرق شوارع بغداد الذي زاروه ملوك العالم وايقونات الغناء العربي أنه أجزاء منه تمتد من تمثال الرصافي إلى بناية البنك المركزي تم اقتطاعها بحواجز، وكأنه اقتطع جزءا من إرث العاصمة وهويتها. للشرقية نيوز خطب عادل بغداد. أشارت تقارير إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق خلال السنوات الأخيرة بأكثر مما كانت عليه بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 40%، وأن أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 12 مليون شخصا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. إلى جانب المعاناة والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق، يعاني هذا البلد من ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة، إذ تؤكد تقارير ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 40%، وأن أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت نحو 12 مليون شخص من أصل أكثر من 36 مليون نسمة، نصف هؤلاء الفقراء من المحافظات المنكوبة ووسط وجنوب العراق. ظروف صعبة جعلت معاناة العراقيين تتضاعف لعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم الأساسية، إذ تعيش آلاف الأسر ظروفا قاسية وتعاني من الفقر والأمراض وسوء التغذية. فحسب آخر الإحصائيات فإن 18% من الفقراء يتمركزون في بغداد. عوامل عديدة أدت إلى تفشي الفقر، من أهم هذه العوامل تردي الأوضاع الأمنية، عدم قيام السلطات بتوفير فرص العمل ما تسبب بانخفاض مستوى دخل الفرد، انتشار البطالة إثر عدم دمج الشباب بالحياة الاقتصادية، وغياب الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يضطر مئات الخريجين لممارسة مهن حرفية برواتب محدودة لدعم أسرهم. ويرى خبراء أن من أسباب الفقر هو عدم امتلاك الجهات المعنية لاستراتيجية محكمة لتخفيض معدلاته وإهمالها لقطاعات مهمة كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، نتيجة لاعتمادها على تصدير النفط فقط في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الفساد المالي والإداري في الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات. ويعاني العراق بطالة كبيرة بين فئة الشباب والخريجين الجامعيين، ويرى خبراء اقتصاديون أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر عن الواقع الموجود فعلا، حيث يعاني العراق أزمة خانقة في السكن قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء. معاناة أخرى بالشأن الخدمي، حيث تعاني العاصمة بغداد من سوء الخدمات على كافة المستويات، ويرى خبراء أن على الجهات المعنية إعداد خطط مدروسة لمعالجة هذه المشكلات التي تشكل عبئا ثقيلا على المواطن البسيط. دفع التلكؤ الخدمي وتراكم النفايات في مناطق وحياء جنوب سمراء سكانا للتظاهر في اخر محاوله لحث السلطات الخدميه على التحرك وعدم التذرع بقله التخصيصات. ويقول سكان منطقه القلعه انها لم تشهد تعويضا لا شارع لاي شارع منذ عام 1986، اضافه الى تراكمات النفايات في الاحياء والشوارع الفرعيه. عبد السميع الزاوي والتفاصيل. واقع خدمي متردي وفي أكثر من مجال وشكوى للأهالي قد تكون مستمرة منذ سنوات هو الحال في منطقة القلعة البوابة الجنوبية لمدينة سامراء، والتي شهدت مؤتمرا موسعا لكبار القوم فيها طالبوا فيه الحكومة المحلية بالاستماع لنداءاتهم. ما شفنا من الحكومة المحلية أي شيء قدموه لنا سوى وعود وصار، وبالتالي كل شيء ماكو. خدماتنا صفر، كهربانا صفر، الشوارع صفر، كل حتى الماء والمجاري ما مقبول خلاص. فقررنا احنا للقلعة اليوم الوقفة، نريد مطالبنا، علما القلعة هي كانت ناحية
الآن لا هي ناحية ولا هي تابعة مدينة سامرة. أبو سامرة يقول لك أنا ما لي علاقة، القلعة الريد خدمات، بدون خدمات هذا الشيء ما مقبول. وهذا كله مال ناشد الريد نحكي ماكو استجابة، فقررنا نلجأ وين؟ للإعلام ونعلن صوتنا، وصوت قوي إن شاء الله، وهاي بداية خير إن شاء الله للمنطقة، ويا رب يسمعون نداءنا وماكو أكثر. ووفقاً لما اطلعنا عليه من تصريحات لشيوخ ووجهاء المنطقة، فإن المرحلة الثانية من الاحتجاجات سوف تتطور إلى اعتصامات ووقفات احتجاجية تنظم من قبل الأهالي لإيصال أصواتهم، وهو حق كفله القانون. لشرقية نيوز، عبد السميع عزاوي، سامراء. بهذا وصلنا إلى الختام، شكراً لحسن المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.